نفسي اطلب من حضرتك طلب يا سياده الرئيس، ممكن؟ نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته من صغري واتربيت على الحب، مدرسه الفن والهندسه. الله. نادي الزمالك. الله. عايز ايه يا عبد الرحمن؟ قول تاني. بتطلب ايه تاني؟ نفسي في عطويه في النادي اللي انا حبيته. عضويه؟ اه. طب ده يعني العضويه كلها موجوده ورا مننا اهي. يعني مش انا حتى اللي مش هجاوبك الطلب ده يا عبد الرحمن. ده الدنيا كلها ورا مننا هنا قاعده معانا، هتدوا له العضويه ولا ايه؟ اهو اتفضل. بكره الساعه 3 فخامة السيد الرئيس، بكره الساعه 3 ان شاء الله نتشرف بوجود البطل، وهيبقى معايا كرنيه العضويه الخاص بيه. شكرا لك. ايه تاني يا عبد الرحمن؟ ربنا يخليك. نفسي اطلع في استعداد. طب قبل ما انسى عبد الرحمن، نعم، انت متوقع البطوله بتاعت النهائي دي بين الاهلي والزمالك مين اللي هيغلب فيها؟ مش انت عايز ايه؟ مش انت عايز ايه يا عبد الرحمن؟ لا. انت شايف ايه؟ الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله الزمالك بالصفقات الجديده. مش متأكد. واخد العضوية بقى عبد الرحمن. لا لا طيب. ان شاء الله. نفسي اطلع في استعداد تحليلية على طول مع الكباتن في الاستعداد التحليلية لمباريات كرة القدم في الدوري المصري. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن. طب يا ريس يطلع معايا النهارده بالليل في البرنامج؟ طبعا طبعا نتشرف ونحلل مع بعض ماتش الاهلي والزمالك. ليا الشرف. اسم مهم في البرامج الرياضية، ليه جمهور وجمهور كبير، سواء بقى جمهور من الأهلي، من الزمالك، من إسماعيلية، من الإسماعيلي، من كل الأندية عنده جمهور كبير. إيه هو يعني أداؤه مشرف ومشرفنا إيه بشكل عام في صدى البلد، بس النهاردة الشرف كان عظيم. هاني حتحوت، مساء الخير يا هاني. مساء الفل يا استاذه عزه على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين. حلوه استاذه دي، وانا اقول لك كابتن هاني انت تقول لي استاذه والجو ده. انت استاذه كده كده، فانا متعود اقولها سواء على الهواء او بره الهواء يعني. حبيبي انا انا بقول له يا هنوش يا جماعه على طول، ده هنوش الجميل ده مشرفنا كالعاده، بس النهارده كان يعني طبعا شرف عظيم وجودك النهارده امام سياده الرئيس في هذه الاحتفاليه العظيمه. حقيقي احكيلي بقى، انا عارفه طبعا بيبقى شعور الاعلامي ايه، ولكن عايز اسمعه منك. شرف كبير طبعا. من وقت ما وجهت لي الدعوه ان انا اكون موجود في المبادره، والحقيقه انه جمال القصه هو يعني حاجتين. اولا فكره ان انا هكون موجود في حدث بيرعاه سياده الرئيس وبيحضره بشكل سنوي للمره الخامسه على التوالي، بيهتم جدا بانه يتواجد في كل تفصيله من تفاصيله. والنقطه الثانيه هي انسانيه الحدث، لانه الحدث فيه صدق شديد، بنحس ان احنا عايشين ساعتين او ثلاث ساعات كامله. من مشاعر صادقه، من حاله حب ظاهره واهتمام شديد ورغبه في انه يدخل الفرحه على قلوب الاطفال وعلى قلوب اهاليهم. صحيح. الحقيقه على مدار الايام اللي فاتت كنت بلتقي من خلال بروفات مع اهالي الاطفال اللي قابلناهم النهارده. وكنت بشوف قد ايه هم عندهم حاله فرحه انه الريس نفسه بيهتم بيهم وعايز يخليهم فرحانين. حاله السعاده اللي على عيونهم سواء في النهارده او حاله الفرحه وهو بيهزر مع ولادهم من القلب. بصراحة يعني هي القصة من أولها لحد آخر لحظة فيها حالة خاصة كده، حالة رقية، فيها رقي وفيها إنسانية وفيها حاجات كتيرة قوي فعلا يعني. والله ويمكن زي ما كانت مع حضرتك من شوية أستاذة عزة المهندسة أمل مبدة، وزي كلمتها اللي قالتها النهاردة إنه هي دي من أول علامات الحضارة، فكرة الإنسانية وفكرة الرحمة. صحيح. ده سبب مهم جدا يعني بنعول عليه في تطور بلدنا، فكرة الإنسانية. فلما يكون رأس الدولة بيهتم بنقطة زي دي، هذا الاهتمام الشديد هو وقيادات الدولة كلهم
الحقيقة دي حاجة من الحاجات اللي تخلينا متفائلين بل إن ليه مصرنا دايما قائمة على الإنسانية بمبدأ نعم. جميل زي ده. نعم نعم. بص بصراحة بقى أنت اللي أنا عارفة أن أنت زملكاوي. لا أنا مصري جميل زي كل المصري. أنت اللي مغشش عبد الرحمن يقول أنه هو عايز عطوية الزمالك. لا لا خالص خالص. هاني خالص. هاني مش عليا هاني خالص بجد. والله أبدا. هو الولد طبعا قايل لي أنه هو زملكاوي. لكن فاجئنا بفكرة أنه هو طلب العضوية. هو قايل لي ان هو زملكاوي كبير. قلت له بس خلاص يبقى انت ما دام زملكاوي هديت في حتتي. قلت له هسالك بقى على الهوا انت زملكاوي ولا اهلاوي وعلى حسب بقى اجابتك زي ما انت قلت انك زملكاوي هجاوب هسالك بقى شويه حاجات عن الزمالك. بس فهي كانت القصه طلب ومفاجئ وكان رد الفعل جميل قوي سواء من سياده الرئيس سريع الزمالك كله وراك او أيه. الكابتن حسين لبيب اللي, أيه. اللي على طول اداله الاجابه بان يجي بكره الساعه 3 العصر على الزمالك يعني. صحيح صحيح. طيب في الجزء بقى اللي سياده الرئيس سال فيه عبد الرحمن وقال له مين هيفوز؟ قال له الزمالك. ايه قال له الزمالك لانه زملكاوي. بس كده انت رايك ايه؟ اخد منك التصريح. انا رايي هو بس يعني مش سهل ابدا التوقع بيه لانه في ظروف كتيره قوي عايشينها الفتره دي سواء النادي الاهلي او الزمالك. فكره ان ماتش اول ماتش يتلعب بعد الزياره التاريخيه اللي عملها الاهلي للزمالك تحط كمان معطيات مختلفه عن المعطيات اللي موجوده. فكره فك القيد والصفقات اللي عملها الزمالك وان لسه الصفقات اندمجت لعبت ماتش واحد بس ونص ماتش اللي هو بتاع ابو سليم الليبي مش كل الصفقات كمان لان مش كلها مقيده افريقيا. ايوه فده بيخلي الزمالك يعني نسبيا مبهم بالنسبه لنا لسه مدرب جديد ولاعبين لسه ما تاقلموش بعكس الاهلي اللي نقدر نقول ان هو فريق يعني رجع محليا بعد 90 يوم من الغياب امبارح بس رجع بشكل قوي قوي 5-1 كسب البلديه بالظبط وقبلها كده كده الاهلي كان عامل نجاحات على المستوى القاري تاهل وعلى مستوى كاس العالم للانديه. انا بشوف ان الاهلي اكثر جاهزيه في الفتره دي تمام. لكن ما نقدرش ابدا نشيل نجزم مين ما نقدرش ابدا نشيل قدره الزمالك على على تحقيق الفوز في الاخر. لكن هي مباراه باجواءها بجماهيريتها باقامتها في السعوديه بالحضور الجماهيري الجمله للاستاد. وانت هتروح ان شاء الله. وانت هتروح ان شاء الله. مبروك على بالمناسبه بس استغل الفرصه دي واشكر صدى البلد لانه يعني بعد ربنا سبحانه وتعالى قناه صدى البلد اللي دايما يعني دعمانا هي السبب سواء في النهارده ان انا كنت في الحدث اللي موجود فيه سياده الرئيس في 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 ايفنت جميل زي ده او حتى في ان انا ان شاء الله اكون موجود في مباراه الاهلي والزمالك حتى فكره ان الوحيد اللي موجود من بره سواء المتحده او هيئه الترفيه اللي تم دعوته فدي حاجه الحقيقه بشكر فيها قناه صدى البلد. وانت تستاهل كل الخير والنهارده معاك عبد الرحمن بالليل ان شاء الله ولو الزمالك هو اللي فاز بالبطوله انا هكلمك اقول لك عرفني بعبد الرحمن. اتفقنا؟ اتفقنا خلاص باذن الله. مبروك يا هاني مبروك. الله يبارك في حضرتك وشكرا جدا يا استاذ علي. شكرا شكرا جزيلا تشرفت بيك.